محمود استاذ عصام اشار لحمد عبد المنعم، والنهارده امير توفيق يمكن له تصريح نفى كل المحادثات الكلام اللي بتتقال والعروض والعقود والدوشه يا جد. وقال يا جماعه ما فيش اي حاجه جت للنادي الاهلي عن محمد عبد المنعم، وهو لاعب مهم في الفريق ولاعب ناضج ولاعب مستواه ده جاي نتيجه استقراره. كنا مع بعض برضه لما قلت لك بلاش نخلط الهزار بالضحك. ايوه يعني لعيب عنده موسمين صحيح، لعيب اللي اصلا اصل التفاوض انه النادي الاهلي لا يرفض ابدا استقبال اشياء رسميه. أيوة. بس متى واين؟ عامله زي الخمس حاجات بتوع الخبر. صحيح صحيح، واخد بالك يعني. لا هو وقت انفتاح بيبان في اي حته في العالم. ده بص اللي بيرمي الرمي وما لك ابراهيم، بس انا اقول لكم اوعى تفكر في يناير. ايوه ولا في لا قابلني الصيف. اخر الصيف اللي يعيش اللي يعيش بقى. ما هو جوحة زمان قال للناس الحلل بتولد، فلما لم حلل الناس كلها وده اتنين حلة والده، اما ماتوا 80 حلة قال لهم الحلل ماتت وهي بتولد. ف يعني ما اكثر والله ما اكثر الاخبار اللي يقول لك كواليس الحلل اللي بتولد ما اكثر يعني ايه كواليس انتقال ابراهيم من نادي الزمالك، ثم كيف فشلت صفقة. ما انا بقول للجمهور كده دايما والله يا جماعه، لو على صناعه اشياء جاذبه ليه؟ لكن مع النادي الاهلي يعني لما بنطلع لكم في الحاجات اللي بنحاول فيها في النادي الاهلي في اوقاتنا الخاصه او في قناه النادي الاهلي، احنا ما بنقولكوش ما يعني هبوا على الاخر، احنا بنقول لكم خلي بالكم بس انه في حاجات يعني ايه طبقه مش سليمه خالص، قياسا على حلل يعني اخونا جحا يعني، لان النحاس كان بيجنزر برضه زمان اللي يعرف. لكن هي الفكره انه قدرا انه يجي عقد لمحمد عبد المنعم ب 10 مليون دولار مثلا. امتى مثلا؟ انا بقول لك امتى في بطوله افريقيا، في سيزون لما يبقى يخلص، في انديه لما تبقى تفتح. هو ما شاء الله اكيد بهذا الكم من انتوا ناسين كولر، بهذه التوعيات اللي حطها كولر اللي الاهلي دايما سابق من اول كوتي، وانت جاي بقى المطورون اللي الاهلي بيقعد يبحث عنهم. عشان كده لما تقول ان كولر ده لوحده اهم الصفقات، طبعا صح، لانه هو النادي الاهلي كده المطور الاساسي والوحيد تقريبا، ما حدش يزعل مني. وبالتالي هو بيبث في لعيبته ده. عبد المنعم من ماتشين لعب ماتش اهو، وادي الماتش الثاني امبي لا في حته تانية بقى، خلاص تحول للهدوء زي ما انت وصفت يا استاذ محمود، وبدا في الجيل الثاني ليه بقى اللي هو بقى ايه العقل زينة والقائد بتاع الخط ده والراجل اللي بيطلع وبيقول للناس اهدوا وحاجات كده. طب لما تسمع ارقام اذا حدث من هذا النوع وهو يستحق، طب الاهلي طبعا هيقول انتوا مين نادي سين صاد. لكن الطبيخ الفاسد ده وحيل الجوحه مش هتنفع مع النادي الاهلي، حتى ما هياش منطقيه، لا يجوز يعني. وانا الحقيقه يعني عارف لما تروح لحد تقول له والله كلفت نفسك، يعني الردود بتاعت امير ده انا عايز اقول والله انت كلفت نفسك عم امير، احنا مش غرب، ما كنتش قلت اصلا يعني. عارف عاوز اقول لك على حاجه بامانه شديده، لازم يبقى في وحده رصد. انا بطالب وحده رصد ترصد بامانه شديده حجم الشائعات، اللي لو انت مسكت ورقه وقلم وشفت حجم الاخبار المفبركه في الفتره اللي فاتت تخليك مش تشد شعرك. هو ما فيش شعر، الشعر راح بس. ماشي، لا بجد والله والله فعلا يا استاذ سامع بامانه شديده، انت يخليك الوضع في منتهى الخطوره. ده انت بتتفرج على ماتش ويقول لك هروب فلان من كذا، اه يعني انت قاعد بتتفرج وهو قاعد بيتفرج قدامك بيلعب وجاب جول ويقول لك مش عارف ايه انت ممكن تشوف المسائل دي انها يعني ماشي ما تكبر دماغك، بس الزن على الودان لا طبعا ليك، لا كبر دماغك ايه الاداء حاليا. بص هناك مجموعات تخصصت يعني كل مجموعه مع بعض بيديرهم واحد، تلقاه بس اخبار هدفها النهارده احنا حمله النهارده نازلين حمله عند ابراهيم المنيسي وهنكسر الدنيا، وبكره حساب شلتوت وبعد بكره محمود صبري، احنا لازم نخلص مفيش وقت. عادي بكره؟ فقالت طيب بس ده يخليك ايه؟
يخليك انك انت طبعا هيبقى في جهد كبير جدا من اداره الكوره في الاهلي ان هو يحمي ويحافظ على البيئه بتاعته ما يوصلش. طبعا صحيح. دي صعبه جدا في ظل انه كله بيفتح ويشوف بيتفرج. بس يعني دي عاوزه ايه؟ عاوز انت كل شويه دي يا جماعه ما تلتفتوش للكلام ده يا جماعه، سيبكم من الحدود. يعني ايه الناس قاعده كل مهمتها مثلا تشوف مثلا، اصل هي دلوقتي هم لقوا حلول بقى لهم موسمين بقى تركيز حتى في نتائج مباريات. لو طلع حد حتى لو في استوديو عشان فريق اتغلب اي فريق فيقول لك ايه ما الاهلي بيتغلب من 6 سنين الاهلي اتغلب يا عم. ده يعني لابد ان انت تحط الاهلي ثم تتكلم، تحط الاهلي ويا ريت في حاجه يعني من الحاجات الكتير قوي 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 اللي عاملها الاهلي تستاهل. زي يا ريت احنا نفسنا نتقدم بطلب، يا ريت الاهلي يلعب في اسماعيليه لكن يعني. طول الوقت عارف انت الحدوته ما هي دي. دور على اي حاجه يعني. كانه الاهلي هو اللي رافض يروح يلعب في اسماعيليه. يا عم تقول له خليك في اسماعيليه، امن القاهره فين الاسماعيليه. يعني الكلام ده ممكن يكون مقبول من الجمهور، لكن انا شفت مصيبه. شفت نائب رئيس النادي الاسماعيلي الاستاذ فرج عمران، الراجل طلع بيقول معترض ان الاهلي هيروح يلعب الاسماعيلي يوم الماتش الجاي يوم الاحد في برج العرب. وبعدين بيقول لك ليه ما نلعبش في الاسماعيليه والامتى جمهورنا هيفضل يتعذب في انه يسافر للاسماعيليه والله، وانه عايزين كلب مكيال واحد بدل الكلب مكيالين. وهو مش واخد باله يعني. الكلام ده ممكن يكون من جمهور بس الحقيقه المباراه اللي جايه مباراه الاهلي. يعني ما كانش مطلوب الا ان انت تيجي تلعب في القاهره، لان الاهلي كان جايب الموافقه الامنيه ان انت تلعب في القاهره. والاسماعيلي ما بيجيبش الموافقه الامنيه على استضافه الاهلي في الاسماعيليه. وكل لجنه مسابقات في كل سنه بتقول كده عصام. وما تعريض وما زال يعني الكلام هو هو. ولماذا تعرض الدوله او الامن في الدوله السلعه المكلفه اللي بتسعى دائما لخليك في الشارع المصري وفي بيتك وفي ملعبك عايش؟ ليه بتعرضها لهذا الحرج؟ قالوا لك بدل مره 100 بما فيها شكل رسمي اخرهم مع يحيى الكومي. الراجل قال على الهواء، ذهبنا الى السيد مدير الامن قال انه هذا لا يجوز الان. حتى انت والمصري ما بتلعبوش في السويس. وقال لك الاهلي قال لنا انا موافق العب. عنده موافقه امن القاهره شفناها بام اعيننا يعني. لكن تأدبا بقى ما بيطلعش يعني يطلع بيها على الشاشات يعني، مش هيطلع يقولها، لان بلده دي العاصمه والعاصمه قادره على حمايه كل ما يمكن ان يكون من اعداد وملايين. لكن المحافظات لها طبيعه خاصه يا اخي. انت لا في ظروف وانت رايح كمان تداعيات امنيه، وانت رايح تتكلم كمان اثناء تداعيات واثناء يعني ظرف حادث مأساوي وظرف صعب يا اخي. ايه يا اخي؟ مع ان الراجل نصر والحسن راجل محترم وراجل حقيقه مصري قوي وعاقل، وانا عرفت ان هو استنكف التصريح ده للامانه برضه. لكن هل هيقدر بقى يقول لهم ما ينفعش كده؟ ممكن يسخنوا عليه. ما هو ده بيجرك لحاجه، ما هو ده بيجرك لحاجه، ان احنا حاليا تحولنا المسؤول المشجع. دلوقتي احنا عندنا ظاهره او المشجع المسؤول ورصدها في انتخابات نادي الزمالك، وشوف حجم التصريحات اللي اتقالت على النادي الاهلي وادخال الاهلي في طرف ما فيش. يعني انت لو جيت سالت اي حد من المسؤولين المرشحين في نادي الزمالك قلت لهم لو سمحت يا جماعه، هل صدر بيان رسمي وتصريح رسمي من اي مسؤول موظف اداري في النادي الاهلي بيقول حاجه تخص نادي الزمالك؟ هيقول لك لا، ده بس الجمهور هو اللي قال. طب انت هتخش مع الجمهور في مساله، اذا انت قررت تدخل مع جمهور الاهلي خلاص في مواجهه، خلاص استقبل وقابل واستحمل. لكن عاوز اقول لك ايه يبقى يا جماعه بتزعلوا يعني؟ عاوز ايه يعني؟ انتوا بتودونا عاوزين تودونا لغايه فين؟ ده يؤكد على ايه؟ اتمنى من كل واحد يقفل بس، ما فيش فايده، مش ويتكلم على ناديه بس. يعني عاوز اقول لك انت ليه مصر وعارف انك استدعاء الاهلي في كل مكان هيعمل حوالي يا صديقي إيه؟ العزيز ما عندوش حل تاني، لا عنده شغل ولا عنده، ويا ريته مشجع مسؤول. لانه اول لو مش موجود في الكرسي او مش بينشن على كرسي ما بيروحش النادي ويقول حاجه غير كده، ويبدا يراهن بقى لانه ايه ما تعمله زي الاهلي. طيب الله.